أقيم بني أمي صدور متيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلي لقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات متايا وأرحلي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من حصة يا قصص، وفيها نستضيف الكاتب والمترجم والسيناريست التونسي وليد سليمان. ولد وليد سليمان بتونس العاصمة سنة 1975، التلمذ في معهد الصديقية، ثم واصل تعليمه العالي في جامعة تونس حيث درس اللغة والأداب والإنجليزية وأيضا الترجمة. ومن إصداراته مجموعة قصصية عنوانها ساعة إنشتاين الأخيرة، كوابيس مرحة مجموعة قصصية أيضا، ذاكرة روبن وهي رواية مترجمة، إيروس في الرواية وهي رواية مترجمة أيضا، عزيزي صديق المرحوم وهي رواية مترجمة للكاتب والروائي الأوكراني أندري كوركوف. في يوم الأيام يعني في منزل جدتي نلقى كتاب بالدارجة شد انتباهي، علاش؟ خاطر وقتها مازلت كي تعلمت القراية وقيته معناها سهل نجم الإنسان يقراه، هو حكاية العروي. حكاية العروي يعني حلت لي شاهية للقراية. من وقتها بديت معناها كي نلقى كتاب نعطيه لحد كبير في العائلة نقول له أقرأ لي، ثم الكتاب حقيقة اللي حل لي أفاق كبيرة وخلاني ندخل إلى العالم السحري للسرد، هو ألف ليلة وليلة. كيف في منزل الجدة نلقى نسخة قديمة من ألف ليلة وليلة، وبديت نقرأ بدهشة وبنوع من الصدمة. علاش؟ على خاطر ما كنتش نتصور اللي الحكايات يمكن أنها تسحر الإنسان بتلك الطريقة. صار لي نوع من الإدمان على ألف ليلة وليلة، حتى كي ما نفهمش كلمة نسأل حد في العائلة، خاطر صحيح لغته سلسة ألف ليلة وليلة، لكن هناك أحيانا مقاطع صعبة نوعا ما. وانطلقت في القراءة بشكل نهم، بعدها قريت كليلة ودمنة، بعدها دخلت في قراءة الجاحظ. يعني بصراحة ممكن نقول أني طفولتي يعني كانت يعني في عالم الكتب. في آخر الابتدائي بديت نقرأ في جبران خليل جبران، في نجيب محفوظ، ومع نجيب محفوظ حسيت اللي يعني فما يعني قدرة خارقة على السرد، وفما تجذر في الواقع. ما معنى؟ يعني أنه نجيب محفوظ قادر أنه يعيد تشكيل الواقع المصري، ويعني إنسان مثلا من بلد آخر حتى من أمريكا أو من فرنسا أو يمكن أنه يدخل للواقع المصري من خلال بوابة نجيب محفوظ. واعتقد أنه هذا هو سر نجاح نجيب محفوظ، واعتقد أيضا أنه من الأسباب اللي خلتني نحلم أنه نكون كاتب، يعني كيف أعيد تشكيل الواقع اللي نعيش فيه. الأهمية متاع الغريب لكاميو أنها أثبتت لي أنه الإنسان لما يقرأ بلغة أخرى يمكن أنه يطلع على أداب أخرى لا يمكن الوصول إليها باللغة العربية، خاطر كما نعرف الترجمة غير متوفرة أحياناً، ترجمة يعني انتقائية شئنا أم أبينا، يعني خاصة باللغة العربية هناك نقص في الأدب المترجم. من وقتها وليت نحلم باش نتعلم لغات، وبديت معناها نتعلم في الإسبانية، خاصة لما قريت الحب في زمن الكوليرا لجابرييل غارسيا ماركيز اللي نعتبره من كتابي المفضلين.
قلت الكاتب هذا لازم نقراه بلغته الأصلية، ولازم أكيد أنه عنده نصوص لم تترجم إلى لغات أخرى. وهذا بالفعل ما حدث. عندما تعلمت اللغة الإسبانية اكتشفت عديد النصوص الجميلة، مئات الصفحات لمركز لم تترجم لا للعربية ولا للفرنسية ولا حتى للإنجليزية. مركز هو الحل باب أدب أمريكا اللاتينية، اللي هو نعتبره من أكثر الأداب ديناميكية وأكثرها قوة في العصر الحديث. يعني بداية من النصف الثاني للقرن العشرين، من وقتها بديت نكتشف في كتاب أمريكا اللاتينية بشكل منهجي. مثلاً إرنستو سابتو الكاتب الأرجنتيني الكبير صاحب عديد روائع مثل النفق، ماريو بارغاسيوسا الكاتب البيروفي الذي تحصل منذ سنوات قليلة سنة 2010 على جائزة نوبل واللي ترجمت له كتاب بعنوان إيروس في الرواية. مثلاً هناك ماريو بنيديتي هذا الكاتب القادم من الإرغواي. كل كاتب أعتقد لازم يقرأ دوستويفسكي، لأن قدرة دوستويفسكي على التحليل النفسي، قدرته على رسم الشخصيات، قدرته على الحبكة السردية، يعني ربما لا يضاهي فيها أحد. هذاك علاش نعتبر معنا رواية دوستويفسكي هي يعني مدرسة مفتوحة لكل إنسان يحب يتعلم الكتاب، خاصة رواية الجريمة العقاب، رواية المراهق. رواية المراهق اللي عرفتني على هذا الكاتب الكبير وخلتني يعني نحلم أني نقرأ له كتاباته. طبعا في تونس هناك علي الدعاجي الذي أعتبر أنه أسس مدرسة قائمة إلى الآن، علي الدعاجي الذي هو أيضا يعيد تشكيل الواقع التونسي، يعيد تشكيل اليومي بشكل يعني بلغة سلسة وبطريقة يعني مرنة. وهذه يعني المدرسة يعني في حقيقة تعلم الكاتب أن لا يتفلسف كثيرا في السرد، لأن التفلسف في السرد يقتل جمالية القص. هناك بساطة ظاهرة في قصص علي الدعاجي، ما يسمى بالسهل الممتنع، يعني هو سهل لكنه ممتنع، لا يعني يصعب تقليده. في الأدب العربي في البدايات يعني تأثرت كثيرا بمحمود تيمور، وكانت بدايتي في القص يعني بتأثير مباشر من قصص محمود تيمور. أحب مثلا ما يسمى بالنوفيلا. النوفيلا هي الرواية القصيرة التي لا يتجاوز عدد صفحاتها 120. في هذا الصدد مثلا أذكر رواية المسخ أو التحولات لكافكا التي أعتبرها من أفضل ما كتب في مجال الرواية القصيرة. كل كتاب العالميين جربوا الجنس الرواية القصيرة، حتى نجيب محفوظ، ماركيز، يعني دوستويفسكي لديه رواية قصيرة. أعتبر أن هذا الجنس الأدبي سيكون له مستقبل كبير، باعتبار أنه مع الوقت صرنا نميل إلى التكثيف، صرنا ننفر من الرواية المطولة التي يعني فيها الكثير من الثرثرة وفيها الكثير من يعني التكرار. في الأدب الفرنسي يعني هناك تأثير كبير للكاتب القاس الكبير غي دو ماباسون، الذي أعتبره من أفضل كتاب القصة في العالم وفي كل الأوقات. غي دو ماباسون تعلمت من قصصه، تعلمت كيف أن أسرد حكاية بشكل مكثف. هناك أيضا تأثير كبير لبلزاك، والذي يعني حاول أن يحقب التاريخ الفرنسي، حاول أن يقيم نوعا من الفترينة، يعني إنشأنا للمجتمع الفرنسي. هناك أيضا تشيخوف يكتب القصة والمسرحية، وفي كليهما هو كاتب كبير وكاتب فذ. أعتقد أن أي إنسان يريد أن يطلع على
على القصة العالمية يجب أن يمر بمحطة تشيخوف. في المسرح أيضا له عديد المسرحيات الرائعة مثل الشقيقات الثلاث، مثل بستان الكرز وغيرها من الأعمال. أيضا هناك كاتب أحبه كثيرا من روسيا هو غوغول. لماذا أحبه؟ لأن كتابته تتميز بالسخرية وبالسخرية السوداء، يعني ليمور نوار. هذا الكاتب يعني مثلا مرة دوستويفسكي قال كلنا خرجنا من معطف غوغول، والمعطف هي قصة قصيرة شهيرة لغوغول أثرت في كثير من الكتاب أو في جل الكتاب الروسيين. تورغينييف الذي يتميز أيضا بالتحليل النفسي، هناك قصة قرأتها مبكرا هي قصة الحب الأول وتأثرت بها كثيرا، لأنه يعني عبر التكثيف القصصي يوصل لنا ما يعتمل في النفس من مشاعر ومن يعني ما يحلل الشخصية نفسانيا بشكل رائع وبشكل ممتاز. أيضا يعني هناك من الأدب النطق بالروسية الكتاب الجدد، هناك أندري كوركوف، هذا الكاتب الأوكراني الجنسية لكنه ولد في روسيا، وأعجبت بكتاباته لأنه يذكرني بغوغول. قرأت له مرة رواية بعنوان عزيزي صديق المرحوم، أعجبتني هذه الرواية إلى درجة أنني قررت أن أترجمها إلى العربية، وصدرت قبل سنوات باللغة العربية. في سن المراهقة تقريبا في سن 18 يعني بدأت أطلع على الأعمال الفلسفية، خاصة الأعمال ما يسمى بكلاسيكيات الفلسفة، وربما كانت رواية الغريب لألبير كاميو هي المدخل للفلسفة باعتبار أنها رواية وجودية. تعرفت من خلالها على التيار الوجودي، وهذه الرواية جعلتني أحب الفلاسفة الأدباء إن صحت التسمية، مثل نيتشه مثلا الذي أعتبر مثلا كتابه هكذا تكلم زرادشت مزيج بين الشعر والفلسفة. أحب هؤلاء الفلاسفة الذين يقربون الفلسفة من القارئ العادي، مثلا هناك سارتر أيضا، سارتر الذي يطرح إشكاليات فلسفية من خلال أعماله المسرحية والقصصية والروائية. هناك أيضا فيلسوف أحبه كثيرا وهو أفلاطون، خاصة من خلال محاوراته التي تعجبني لأنها تشبه الأعمال المسرحية. محاورة أفلاطون تقوم على حوار، ونجد دائما سقراط كشخصية محورية يطرح عديد الإشكاليات الفلسفية، وهو الذي خلق ما يسمى بالتوليد، منهج التوليدي أو المايوتيك، الذي تأثرت به كثيرا وما زلت متأثرا به إلى اليوم، ويعني أستعمله في ورشات الكتابة التي أديرها، لأنها أعتقد أن المنهج التوليدي يساهم في إخراج المعلومة من الشخص الآخر بشكل سلس. أحب كثيرا الشعر الجاهلي، خاصة امرؤ القيس والشنفرة. لماذا؟ لأني أعتبر أن هذه القصائد المطولة خاصة المعلقات فيها نفس سينمائي يعني واضح. مثلا عندما نقرأ معلقة امرؤ القيس كأننا أمام شريط سينمائي طويل، يعني تحس بالصور، تحس بهذه الشخصية في تنقلاتها في الصحراء، في غرامياته، في علاقته بالشخصيات الأخرى، في شجاعته، في انكساراته. يعني الشعر الجاهلي بصراحة هو شعر حديث بكل بأتم معنى الكلمة، كأنه شعر كتب اليوم. بالنسبة للشعر الحديث أحب كثيرا الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، الذي مات ولم يترك إلا ديوانا واحدا، لكن بعد موته عثروا على صندوقا أو حقيبة مليئة بعديد النصوص، تقريبا 27,000 نص، وشرعوا منذ الثمانيات في نشرها، فصار ربما
أهم شاعر في القرن العشرين، رغم أنه في حياته عاش حياة بائسة نوعا ما، عاش في مغمورا لم يكن معروفا، لكن أعتقد أن الأدب الجيد ينتصر مهما كانت الظروف ومهما طال الزمن. من أقرب الأماكن إلى قلبي هي مدينة برشلونة الإسبانية، التي أعتقد أنها متحف حي، يعني عندما تتجول في هذه المدينة كأنك تتجول في متحف، كل ركن، كل شارع، كل ساحة تعبق بالتاريخ، تعبق بالجمال، تعبق بجمالية الهندسة. ونعرف أن هذه المدينة تعبق برائحة المهندس الكبير جاودي، الذي ترك عديد الأماكن مثل لا ساغرادا فاميليا، هذه البناية العجيبة والغريبة. أيضا علاقتي مع برشلونة من خلال الأدب الإسباني. هناك مدينة أخرى أحبها كثيرا، هي مدينة باريس، لأني أعتقد أن باريس يعني عرفت كيف تستقطب أهم الكتاب، أهم الشعراء، أهم السينمائيين، أهم الفنانين، بيكاسو، سلفادور دالي، لويس بنويل. أغنية إلى قلبي هي أغنية حبي يتبدل يتجدد
للمرحوم الهادي جويني. حبي يتبدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدد. حبي يتبدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدد. فكري خونك كيف ما خنتي، لكن قلبي يحبك انتي.